ونفس الشيء كله expanded container list view كان يعرض لي هدول الأطباء يعرض لي اياهم بشكل فوق بعض بشكل عمودي list view حطينا list view children demo operator doctors assets داش دكتور وان دوت بي ان جي صورة الدكتور الأول اللي هو هيات دكتور فريد ماسك هذا أول طبيب الصورة تبعه مساره موجود هون assets slash دكتور 1.png اسمه دكتور فريد ماسك طبيب قلبية هيرت سيرجن والريتنج 4.1 لاحظوا إذا نفوت على الريتنج لاحظ 4.1 وهي اسمه فريد ماسك فريد ماسك الديمو توب بريتر دكتور الطبيب الثاني كمان هي مسار الصورة تبعه اسمه وهي اختصاصه وهي الريتنج تبعه لاحظوا هون اذا بنروح الطبيب الثاني ستيلي كين هي مثلي فوق الثالث الرابع كمان هون الصورة وعنا ديمو كاتيجوريز صورة سترينج ايميج يعني طلع لي الصورة تبع الأطباء سترينج ايميج سترينج نيم طلع لي اسمه سترينج دي ار كاونت كونتينر هون كله هون عنا فونت فاميلي روبوتو كونتينر مارجن سيتس هون كله بوردر ريدياس هون عنا وجه ديمو توب بيتر دكتور سترينج ايميج سترينج نيم دكتور سترينج سبيشاليتي اختصاص سترينج ريتينج الريت تبعه سترينج ديستنس هون عنا نافيجيتر ذات بوش كونتكست ماتيريال بيج روت بيلدر كونتكست هون عشان ياخذني على صفحة الدكتور تفاصيل الأطباء دكتور ديتيلد بيج عشان ياخذني نافيجيتر ذات بوش وقتها نكبس مثلا على هي على هذا الطبيب دكتور فريد ماس نكبس عليه لازم ياخذني على صفحة تفاصيل لهذا الطبيب لاحظ هلا اذا نكبس عليها اخذني على صفحة تفاصيل دكتور فريد ماسك اذا نرجع هي كيف بتصير عن طريق التعليمة نافيجيتر يعني ياخذني لصفحة تفاصيل الاطباء نافيجيتر دوت بوش كونتكست ماتيريال بيج روت ياخذني على دكتور صفحة الملف دكتور ديتيل بيج هو هذا دكتور ديتيل بيج دوت دارت من هلا راوتينج بدي البيج روت يعني يقدر ياخذني على الصفحة اللي الثانية شايف كونتين هاي 90 هون كله نفس الشيء هون مارجن هاي تشايلد كله نفس الشيء هون حكينا عنه هدول عنا عبارة ريتينج